السفر، السفر من اكتر المتع اللي ممكن تعيشها في حياتك. انا شخصيا ليا تجارب كتير قوي مع السفر. كان بيقولوا ان السفر له فوائد 7. هو يعني بتهيألي دلوقتي الفوائد دي زادت اكتر واكتر واكتر مع اختلاف حتى الوسائل والطرق. شوف ايا كانت السفريه، سواء مسافر تشتغل او مسافر تتفسح، السفر له متعه خاصه واستمتاع خاص بانك بتعيش حياه جديده، بتكسر روتين يومك، بتتعرف على ناس جديده، بتتعلم حاجات جديده، حاجات كتير قوي وقيم كتير جواك بتبتدي تتحول وتتغير بمجرد انك تسافر مره او اتنين، او حتى لو اعتدت السفر وسافرت كتير. منها انك بتكون اقتصادي بارع، اقتصادي بارع من اول ما بتوفر فلوس السفر قبل ما تسافر، وانت هناك خلاص دي مش بلدك وما تعرفش فيها حد، فهتضطر بقدر الامكان انك تكون مقتصد جدا في الفلوس اللي معاك وفي الاكل وفي الشرب وفي التنقلات وفي الحركات، لانك مش عارف لو الفلوس اللي معاك خلصت هتعمل ايه. السفر بيخليك تكتسب ذكاء اجتماعي. في بلاد كتير من اللي انا رحتها، خاصه انا سافرنا بلاد مختلفه، فكل بلد ليها ثقافة معينة، ثقافة شعب معين يعني، فازاي تتعامل مع الناس دول، وازاي تتعامل مع دول، وازاي تتعامل مع الأفارقة لما تروح أفريقيا، وتتعامل مع الآسيويين لما تروح آسيا، وتتعامل مع الأوروبيين لما تسافر أوروبا، ازاي يكون عندك الذكاء الاجتماعي والخبرة الاجتماعية دي. السفر بيكسب مهارات تانية مختلفة، وهو فكرة الاعتماد على النفس. انت دلوقتي في بلد محدش يعرفك فيها وما تعرفش حد هناك، ومش عارف هترجع، يعني لو لا قدر حصل ظروف او مشاكل مش عارف ترجع ازاي وهترجع امتى. بيخليك معتمد على نفسك قوي، مصحصح قوي ومركز قوي. من اهم القيم اللي بيتركها السفر جوانا انه مهما كان البلد اللي انت فيها، بتحس برضو احساس مختلف ناحيه بلدك، وبتعرف ان هي احلى بلد في الدنيا، وبتتمنى انك ترجعها مهما كانت البلد اللي انت فيها حلوه ازاي.